السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل حلويات. ايه هي؟ هنعمل اول حاجة الشربات، عشان هنعمل كنافة. المقادير الشربات هتمشي على كل الحلويات، اللي هو عبارة عن سكر ومية وليمونة وفانيليا. هنعمل علشان يبقى عندنا في التلاجة مثلا زي كيلو كنافة، كيلو جلاش، هنحتاج المقادير دي. هو هنحط اول حاجة ايه؟ السكر. طبعا هنحط 3 كوبايات سكر عشان تكونوا عارفين المقادير. على الكيلو هناخد 3 كوبايات سكر بالظبط، ونحطهم في حلة كده. تمام. كيلو كنافة، النص طبعا هيبقى نص المقادير، بحيث اللي احنا نخليها في التلاجة مش هتفرق وجودها، مش نخليه في التلاجة كده وبعد كده بنحتاجه في اي حاجة تانية. هنحط 3 كوبايات سكر عليهم 5 كوبايات مية. ادي 1 2 3 4 5. تمام. وبعد كده هنعصر نص فص ليمونة زي ما انتم ما شايفين كده عشان يطلع مظبوط، وهنحط رشة فانيليا. الفانيليا بتدي نكهة وطعم وريحة جميلة جدا. يلا بقى كل ده، بصوا بقى حطيناه كده على البوتاجاز اهو، ونقلبه ونسيبه بقى لحد ما يبقى السمك الطبيعي اللي احنا عايزينه يستوي. الفانيليا بتديله نكهة جميلة جدا والريحة في نفس الوقت، فجميل. يبقى كده زي ما قلنا 3 كوبايات سكر عليهم 5 كوبايات مية، نص فص ليمونة، ربع معلقة من الفانيليا، ونسيبه بقى يغلي ويستوي مع نفسه. وادي الشربات اهو، اهو شايفين السمك اللي احنا عايزينه اهو. وادي الشربات بعد ما اتعمل، بصوا سمكه حلو، ولا خفيف ولا تقيل كده. هندفي عليه، وده الشربات بتاع النهارده. لو عجبتكم الطريقه دوسوا لي لايك على الفيديو، واشتركوا في القناه عشان ينزل لكم كل جديد، وفعلوا الجرس. باي باي.